يلا يا بنات انتبهوا، اليوم عندنا درس جديد، هو درسنا أمين بناء. قبل لا نكتشف الحرف الموجود بالدرس الجديد، تعالوا خلينا نسولف أنا وياكم قصة الدرس. لاحظوا بنات، هذا الرجال اسمه أمين. شنو اسمه؟ أمين. أمين شنو يشتغل؟ أمين يشتغل بناء مثل قدوري. شنو يشتغل؟ بزان. ونادر بزاز. ونبيل شنو يشتغل؟ بقال. هنا عندنا أمين هم يشتغل بناء. قاعد شوفوا شو يسوي، قاعد يبني بيده هاي الآلة تستخدم للبناء، وبيده الطابور. هذا أمين عنده ولد اسمه مأمون، فهو شو يصيحوا له؟ يصيحوا له أبو مأمون، مثل ما أنتي أخوك اسمه مثلا أحمد، فشو يصيحوا لأبوك؟ أبو أحمد. فهذا عنده ابن ولد اسمه مأمون، يصيحوا له أبو مأمون. تعالوا يا بنات خلينا نشوف، نقول مأمون شنو يقول؟ مأمون مأمون يقول نبني دارة. يعني هم ايش قاعد يسوون؟ قاعد يبنون بيتهم دارهم، ونبني دار أديب، وقاعد يبنون دار جيرانهم اسمه أديب. يلا يا بنات انتبهوا، شوفوا هسه حرفنا الجديد هو اسمه همزة. بس احنا شو ندلع؟ شو صوتنا؟ صوتي مثل من؟ بالله زينب نزليهم نزليهم مثل من؟ سوي بالله مثل الحازوقة. من تجي لك الحازوقة شو تسوين؟ عافية. من تجي لك الحازوقة من الصحين وماما شنو تضرب على ظهرك وتشربك ماي حتى تروح الحازوقة. فانت لا تنسين هذا، تذكري الحازوقة. عيديها زينب. عافية. راح نلفظ إيه. شوفوا يا بنات، هذا الإئ يجي في نهاية الكلمة، أما إذا إجا الإئ، رفعيها زينب، إذا إجا الإئ فوق الآ، بعد الآ ما نلفظ ولا نقوله، فرسة إيش راح نقول؟ إئ اسمه إيه، الآ بعد ما نحكي ما نقوله، رسة نلفظ، نلفظ الإئ والفتحة، يلا يا بنات شوفوا هاي الكلمات الجديدة لدرسنا. هسه عندنا أول كلمة هي كلمة أمين، شلون راح تهجاها؟ احنا قلنا بعد الآ ما نلفظها ما نقوله، رأسة نروح للهمزة، صوتها أمين. كلمة ثانية أبو. هنا اجت بالوسطى، امين اجت في بدايه الكلمه، هنا اجت في وسط الكلمه، في وسط كلمه مأمون. ام اي شو تصير؟ م م ام او م مو م مو ام مأمون. شوفوا بنات كلمه بناء اجت، اجت ال في نهايه الكلمه، راح نتهجاها ب اي بنات. حرفنا الان فوق شدة معناها نتكرر مرتين، وشدة شدته وكتبناها مرة واحدة. هنا كلمة دارنا احنا ماخذينها قبل في درس دار، خلوا لها مقطعنا، شنو صارت؟ دارنا دارنا. كلمة اديب ايه ايه دي ايه دي ايه دي بأديب. شوفوا يا بنات هنا عندنا كلمة أب، أبو، بابا،